في الكرة اللي في اتجاه المرمى ادي على طول كازورلا لاكرم عفيف نادي العربي الحقيقه مفركش تركيبه نادي السد وقاطع حبال التواصل بين اللاعبين ادي على طول اول مره يقف عليها يا ولد لا 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 اربع مباريات ضد نادي الغراف اخر اربع مباريات متتاليه سجل فيها 8 اهداف اكرم عفيف حضور كبير جدا كلما واجه اكرم نادي الغراف الكره لمحاوله الان بسلل في لقطه الماضيه داري لم يستعجل فرصه الان والهدف عاد السيار بغداد بنجاح احمد بدر سيار مرر وعادت احمد بدر سيار مجددا مره اخرى يبعث الزعيم عن السابع بغداد يرسل كره لكنها أطالت ولكن رغم ذلك ما زالت في حوزة لاعبي نادي السد تمريرة عرضية وكرة كرة تعود لسالم الهاجر اللي بدورة ينقل كرة لسانتي كازورلا يدوس في وسط الملعب مباراة ثانية على التوالي يحافظ من خلالها الزعيم على الشباك نظيفة كرة وصلت عند نام التأهيل لسالم الهاجر لأسانتي كازورلا تباتا يمرر الكرة ما زالت يا الله كان موجود لما الفريق احتاجه كان موجود والفراد والنتيجة 0-0 لولا خروج مشعل برشا صح كان هرب رشيد وكان سجل هدف أول كان صعب المباراة وده يخلينا نقول إن مشعل برشا يستحق حراسة المرمى نادي السد وفي انتظار سعد الشيخ في أقرب فرصة بدون ما يكون في إصابة ولا حاجة يا ولد الخامس خماسي في الجهة اليمين ما زالت محاولة تمرير لكن الكرة تعود مرة أخرى في حوزة لاعبي السد كرة في الجهة اليسرى بغداد يعيدها لي ويونغ لبغداد التمريرة يا الله ذلك الوقت لم ينجحون في تحقيق الفوز والآن يتأخرون بخمس أهداف مقابل الشاكرم يحاول يمرر الكرة لكازورلا ما زالت تباتا يمرر للغاجي وصلت لكازورلا مجددا يبحث عن التمريرة والنقل أكرم الكرة تباتا هاتريك الآن والتقدم لكن الكرة تقطع عادت لويو الكرة تصل لهاشم علي هاشم يحاول في هذه الكرة يمرر لبغداد في الجهة اليمين التمريرة في هذا المكان كازورلا مر تقدم الكرة ما زالت في حوزته تمريرة في هذا المكان عبد الكريم يطلع هذه القدم